يبدو أن لا إجراءات ربما قد تنغص على الجزائريين فرحتهم بعيد الأضحى، رغم الارتفاع المسجل والقياسي في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، والتي تجاوزت الرقم القياسي المسجل منذ نوفمبر العام الماضي، حيث يقارب الآن نحو 1200 إصابة يومية. والخطر، كل الخطر في المتحور الهندي دلتا، الذي يرقد في المستشفيات 30% من المرضى هم شباب بحسب تصريحات كمال جنوحات، وهو رئيس الجمعية الوطنية لمرضى المناعة في الجزائر ورئيس مصلحة طبية في أحد مستشفيات العاصمة. فهذا مؤشر خطير، مدام هناك 30% من مرضى كورونا هم شباب. وأيضا قال في تصريحات إعلامية للصحافة المحلية بأن الأطفال هم أيضا الآن يتم تسجيل إصابات بينهم، وأن الفيروس لم يعد يفرق بين الفئات العمرية. رغم كل هذه الخطورة والوضع المتوتر داخل المستشفيات، غير أن الحكومة لا تتجه نحو فرض إجراءات يعني مشددة تمنع ربما الجزائريين من فرحتهم بيومي العيد، ولكن هناك توصيات بضرورة الاحترام تدابير الوقاية وتجنب التجمعات العائلية والزيارات. لجنة الإفتاء الوزارية أوصت الجزائريين بتفادي الزيارات العائلية والاكتفاء بالتواصل وصلة الرحم كما قالت عبر وسائل التواصل الحديثة. لكن على الأرض الفيروس في انتشار سريع، وقد تكون الأيام القادمة أسوأ، رغم تطمينات مسؤولي الصحة بأن الوضع متحكم فيه، وأن التلقيح وتوسيع يعني عملية التوقيح لتشمل أكبر عدد ممكن من الجزائريين قد يجنب البلاد الكارثة. لكن إن توفرت، ولكن يعني يبدو عبد القادر توسيع هذه العملية هي بالتأكيد لا تقاس بالأيام المتقاربة، ولكن بالأمس كانت الأعداد أكبر بكثير من الأعداد التي سجلت اليوم، هل من تفسير لذلك معين؟ هو ليس الفارق ليس كبيرا جدا، بالأمس كان تسجيل 1197 إصابة واليوم 1107 إصابات، يعني هو ليس فارقا كبيرا. وحسب مختصين فإن يعني الوضعية لم تصل بعد ولم تبلغ الذروة، لأن عدد الإصابات لم يستقر وعاد في التراجع، بل هو في منحة تصاعدي، حتى وإن كان هناك اختلاف بين يوم لآخر، ما دام تجاوز الرقم القياسي فهو في منحة تصاعدي، والمؤشر تفيد بأنه سيتواصل هذا المنحى لأيام وأسابيع بحسب الظروف التي يعيشها الجزائريون هذه الأيام. هي ظروف عطلة، هناك تجمعات في الشواطئ، هناك عطل، هناك يعني رغم أنه هناك تدابير حجر على 14 ولاية من بينها العاصمة الجزائرية، حيث أتواجد الآن هذا الشارع وشارع البريد المركزي في غير إجراءات الحجر، يكون مكتظ في هذه الساعات في الصيف، وهي يعني مرحلة الذروة للسياحة والاستجمام. تشاهدين في هذه الصور شارع شبه خالي، لأنه توقيت الحجر سيبدأ بعد قليل عند منتصف الليل إلى غاية الرابعة صباحا. هي حقيقة التوقيت غير كبير، ولكنه ربما يساعد في تقليل حجم الإصابات. في اليوم هناك ربما عودة اليقظة. شكرا عبد القادر، سنتابع معك دائما كل التطورات المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر. مراسل الحدث